السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة هشرح بعض المصطلحات الأسترالية المشهورة فقط في أستراليا، يعني لما تسمعها من حد تعرف ان هو أسترالي او عايش في أستراليا او مقيم في أستراليا. وطبعا الكلمات دي بتستخدم بكثرة مع الشباب، يعني تلاقي الشباب او معظم اللي هم اليانج جنريشن بيستخدموها. وطبعا انا لا انصح ان انت تستخدمها ما بينك وما بين لما تكون مثلا في formal conversation، في محادثة formal اللي هي في مقابلة او في interview او في كلام من ده، لازم او تكتب ايميل مثلا على الانترنت. فانا ارشح اكتر ان انت لما تيجي تستخدمها استخدمها بس ما بين، لانها لهجة اللي بيسموها سلانج لهجة، فما تستخدمهاش في لما بتيجي تكتب ايميل للشركة او كلام من ده، فبس تكون عارف معناها بس. وما تيجي تكتب ايميل او كلام من ده انصح ان انت تكتب ايميل باللغة العادية اللي هي الفورمر لانجوج. طبعا من معظم اول كلمة طبعا دي طبعا المشهورة بيها في استراليا اللي هي جوداي مايت، اللي هي اختصار لجود داي ميت. اوكي، طبعا الاسترال بيقولوا على داي، وبيقولوا على المات بيقولوا ميت. اوكي، فبتيجي جوداي ميت، فهي اللي معناها هلو فريند او كتحيه، يعني زي ما بيقولوا كده هاو ار يو اور هي جوينج. اوكي، هي جوينج اللي هي عباره عن هاو ار يو جوينج، بس هم بيختصروها بيقولوا هي جوينج اللي هي زي هاو ار يو. طبعا تاني كلمة اللي هي the bottle o اللي هو اختصار ليها معناها اللي هو محل اللي بيبيع الخمور. ساعات ممكن تبقى ماشي في الشارع تلاقي واحد بوقفك مثلا يقول لك مثلا ايه اقرب bottle o، what is the nearest bottle o. اوكي، اللي هو محل بيبيع خمور. برضو اللي هي الكلمة التالتة اللي هو الباربي، اللي هو اختصار للباربيكيو الشوي. فساعات ممكن تكلم واحد صاحبك استرالي فبالليل تلاقيه يقول له مثلا انت بتعمل ايه، يقول لك مثلا not much just doing barbecue or doing barbie tonight. فانت تقول ايه الباربي اللي هيعمله tonight؟ الباربي اللي هو يعمل باربيكيو. برضو بيقولوا على الماكدونالدز ماكاز، فساعات تلاقيه يقول له انت اكلت امبارح مثلا، يقول لك ماكاز، فتقول ايه الماكاز اللي هو اكله جديده دي ولا ايه؟ لا، هو يقصد ماكدونالدز. طبعا ساعات مثلا برضو تكلم واحد مثلا فيقول لك بيقول على الافترنون اللي هو بعد الظهر بيقولوا ارفو، او تكون بتقابل واحده مثلا وتقول لك نتقابل ارفو، فتقول ايه الارفو اللي نتقابل فيه ده مكان مثلا ولا حاجه؟ لا، هي تقصد افترنون في بعد الظهر. طبعا في اللي هو الدرونجو اللي هو ساعات مثلا وانت بتكلم واحد يقول لك ده الشخص ده مثلا درونجو، ما تقصد ان هو شخص تافه او شخص سيلي او شخص من يعني مش مهتم مش شخص مهم يعني، او بيعمل حركات مش مهم مش كويسه. الكلمه السابعه اللي هي بونزا اللي هي بتعني اكسلنت. برضو كلمه كولد وان دي مشهوره جدا في استراليا، هنا ما فيش قهاوي، في المشهور هنا اللي هي البارات، البار او تافرن او نايت كلابس او كلام من ده، دي الناس اللي بتروح تقعد فيه. ساعات تدخل بار مثلا تقعد تتكلم شو مع صاحبك فيقول لك do you need a cold one، فتقول ايه الكولد وان ده يعني يقصد ايه، فيقصد ان هو مثلا اجيب لك بيره، glass of beer اللي هو معناها بير. طبعا كلمة رقم تسعة اللي هي الافوكادو بيقولوا عليها افو، فتلاقي مثلا حد تطلب سندويتش مثلا فتقول لك do you need افو، يعني تقول ايه الافو اللي هيطلبوا على الساندويتش ده، اللي تقصد يعني حط لك افوكادو على الساندويتش. طبعا الكلمة الرقم عشرة اللي هي سويت سوت، سويم سوت بيقولوا عليها بايداز، اللي هي بايداز اللي هي السويم سوت اللي هو البدلة اللي بتلبسها او وانت نازل البحر. طبعا الكلمة رقم 11 بيوتي اللي هي معناها جريت، فما تكون بيتكلم حد مثلا شخص على موضوع مثلا او بتقول له great idea فيقول لك beauty، يعني معناها انها great، وبرضو بتعني لها كذا معنى تاني اللي بتعني ان انت جميلة. طبعا من في المجتمعات الغربية طبعا يعني مشهورين بالسب
في معظم الكلمات معظم الناس بتسب كتير، اللي هما بيسموه باللغة الإنجليزية swearing. فمعظم الناس بتستخدم كلمات طبعا زي السويف كتير في السويرينج، بس أنا مش هقولها يعني، بتبتدي بإف وبتنتهي بكي. بس هما هنا بيستخدموا bloody، you bloody idiot، you bloody arrogant. فبيستخدموا الكلمة دي مثلا في السب. الكلمة اللي بعدها كلمة بلاجر. فساعات واحد مثلا يقول لك يو بلادي بلاجر. بلاجر معناه ان انت شخص كسلان جدا، مش عايز تعمل اي حاجة وبتعتمد على الاخرين في كل حاجة، فيسميها بلادي بلاجر. في برضو بيقولوا على البريكفاست اللي هو الفطور بيسموه بريكي. فتيجي تقول لواحد مثلا النهارده مثلا هناكل ايه على البريكفاست على الفطار، يقول لك على البريكي. اوكي، ديد يو هاف يور بريكي، انت فطرت ولا لسه؟ طبعا بيقول لك على الامبريلا برولي. فساعات لما يكون الجو بيمطر مثلا، فتلاقي واحد جاي داخل محل مثلا بيقول دو يو هاف ا برولي، فيقصد امبريلا. طبعا بيقولوا على الشوكليت تشوكي، بيقولوا على البسكت بيكي، وبيقولوا اللي هي الشوكولاتة والبسكويت. بيقولوا طبعا على الرقم 17 بيقولوا على التشيكن شوك. فتلاقي واحد مثلا داخل بيقول انا اكلت النهاردة مثلا شوك، اي يقصد ان هو اكل فراخ او دجاج. طبعا بيقولوا على السجاير سي. لو تلاقي واحد مثلا وانت واقف بتدخن برا، ودي مشهورة جدا، تلاقي واحد جاي يقول لك do you have a سيجي or a spare سيجي، يعني هل معاك ما فيش سيجارة كده فرط سلف منك يعني، او كلام من ده. طبعا بيقولوا على الشرطة كابيز. اوكي، اللي هو البوليس مان اللي هو رجل الشرطة بيقولوها كوبيز. اوكي، طبعا definitely اللي هو بالتأكيد، ممكن واحد بيكلم عادي يقول لك definitely، يقول لك ديفو. بيقولوا على devastated، يعني انا مثلا I'm devastated، محبط يعني او مخيب الامل، يقول لك I'm devo. فتلاقي واحد يقول لك devo، تقعد تسأل نفسك ايه devo دي، بس دي مصطلحات استرالية. ساعات تبقى ماشي في الشارع تلاقي واحد يقول لك في مفيش قريب مثلا اقرب هنا داني، فتقول ايه الداني ده، اللي هو يقصد تويلت حمام. برضو ساعات تلاقي واحد يجي يقول لك do you have fishy، فتقول ايه الفيسي ده، فهو يقصد فيسبوك. اوكي، عندك فيسبوك اكاونت. برضو بيقولوا لما تكون انت رقم 24 ما تقول I'm really busy، يعني النهاردة انا مشغول جدا، يقول لك I'm flat out. اوكي، flat out يعني انا كنت مشغول جدا. طبعا رقم 25، طبعا الاستراليين بيحبوا الفوتبول بطريقة لا تتخيلها، فبيسموا الفوتبول فاتي. اوكي، رقم 26 اللي هي جودونيا، اللي هو لما تكون مثلا بتتكلم مع واحد وتقول له، يقول لك مثلا انت بتشتغل ايه، تقول له مثلا I'm an engineer I design homes، فيقول لك oh really you design homes جودونيا ميت. اوكي، يعني good job، يعني good، حاجة كويسة يعني. طبعا الكلمة رقم 27 اللي هي hips. اوكي، فيقول لك تقول لك مثلا ساعات يقول لك thanks hips، يعني شكرا كتير. hips يبقى تاني load او lots or many. اوكي، طبعا بيقولوا على الفيميل underwear بيقولوا knickers. اوكي، طبعا بيقولوا على اللابتوب لابي. اوكي، طبعا كلمة استرالية دي مشهورة طبعا اللي هي legless، اللي هو واحد بيكون completely drunk، اللي هو خمس سكران جدا يعني. طبعا بيقولوا على السويتس الحلويات بيقولوا lollies. اوكي، بيقولوا على المسكيتوز اللي هو الناموس، مش موسكيتو، مسكيتو، بيقولوا موزي. اوكي، يقول لك الاوضه دي فيها lots of mozzies اللي هي الناموس. طبعا بيقولوا على no problem بيقولوا no drama، or it's okay بيقولوا no drama، no drama mate. اوكي، or no worries mate. اوكي، طبعا بيقولوا على شخص naked عريان بيقولوا nudie. الكلمة التالتة اللي هي لما تكون عرفان من واحد او زهقان من واحد مثلا وتقول له get lost or get away، go away. ففي الاسترالي اللهجة الاسترالية يقول لك piss off. اوكي، يعني غور من وشي بالفلاح يعني. طبعا كلمة piss دي مشهورة، مثلا في تلاقي واحد واقف مع واحد مثلا تقول لك رايح فين، يقول لك I'm going to piss. piss يعني رايح الحمام to urinate، اللي هو يتبول.
ساعات مثلا برضو تبقى واقف مع واحد يقول لك it's okay, don't talk to me anymore, I'm pissed off now. Okay, تقول في نفسك ايه pissed off دي؟ pissed off يعني معناه انه متضايق, يعني ابعد. طبعا كلمة reckon دي مشهورة جدا برضو, معناها are you sure. Okay, so do you reckon, هل ترشح الكلمة دي؟ يقول لك I reckon, يعني انا ارشح انه ممكن بتبقى دي. Or do you reckon, يعني هل for sure. Okay, طبعا الكلمة رقم 40 اللي هي runners. Okay, ايه runners؟ اللي هو الترينر او السنيكرز, اللي هو الكوتشي بتاع الرياضة بيسموه runners. Okay, فلما تيجي راح الجيم مثلا يقول لك you need to wear runners or you need to put on a runners. Okay, ان انت لازم تلبس اللي هو الكوتشي الرياضة. طبعا كلمة sandwich, وطبعا silent دي الدي ما بتتنطقش, بيسموها سانجز, سانجا اللي هو بيسموها ساندويتش, سانجا. اوكي, طبعا بيقولوا على البترول ستيشن, محطة البنزين, بيقولوها طبعا عليها سيرفيس ستيشن. اوكي, او بيقولها سيرفو. طبعا استراليا هي ما بتبقى مش استراليا, اسمها استراليا, بس هم لما بيجي يتكلم مع واحد استرالي يقول له انت منين, يقول لك I'm from استرايا, I'm from استرايا mate, استرايا. طبعا كلمة I'm stuffed, okay, معناها I'm tired, انا مجهد جدا, يقول لك I'm stuffed. okay, طبعا بيقولوا على نظارات الشمس sunnies. okay, I forgot my sunnies at home. okay, طبعا بيقولوا على الفليب فلوب اللي هو بالفلاح الشبشب, بيقولوا عليه thangs, thang. طبعا بيقولوا على registration لما تكون مثلا رايح بترخص العربية فبتطلع لك ترخيص العربية, بيقولوا عليها ريجو اللي هو registration باللهجة. طبعا بيقولوا على الهازبند اللي هو الزوج, بيقولوا hubby. okay, my hubby. اوكي, طبعا اللي هو تريدسمان بيقولوا تريدي. تريدسمان اللي هو الرجل اللي بيسباك, نجار, حلاق, كل دول بيسموهم تريدسمان, بيقولوا عليه تريدي. طبعا الكانجرو بيقولوا عليها رو. اوكي, طبعا اكسبنسيف بيقولوا عليها اكسي, يقول لك ده مثلا اتس فيري اكسبنسيف, يقول لك لا اتس تو ماتش اور سو اكسي ان اكسبنسيف. طبعا كلمه ريني تشيك, ساعات مثلا وانت عايز تخرج مع واحد مثلا فبتبعت رسالة لواحد صاحبك تقول له مثلا استراليا, تقول له ممكن ايه رايك لو نروح النهاردة ماتش كورة, هيقول لك ريني تشيك. ريني تشيك معناه ان هو رفض العرض بتاعك, بس بيقول لك ان احنا ممكن نروح وقت تاني, فمش معناه ان انت مثلا الجو برد او اعمل تشيك للمطر او كلام من ده, لا, هي مصطلح على بعضه بيقول ريني تشيك, معناه ان هو وقت تاني, يعني مش دلوقتي مش النهاردة, ممكن نروح وقت تاني. فدي معظم المصطلحات المشهورة في أستراليا واللي الناس بتستخدمها في أستراليا أو اللهجة الأسترالية. فلو عجبك الفيديو طبعا اعمل سبسكرايب, وهنبعت لك وصلك كل الفيديوهات الجديدة, وشكرا.